مثل ما يوم ذكرت لك قبل ان التكاكين سكروا، وظاهر ان حتى ما شاء الله الشباب روحوا وكل حد روح وقبض سيارته ومشى، ولكن الجود بالماجود، وهذه اخر وصله بتكون لنا ان شاء الله معاكم. جميل، انا حقيقه يعني استانست من شابين، مشجع اماراتي ومشجع عماني، يو مع بعض وتهادوا تبادلوا الاعلام، مشجع العماني اخذ علم الامارات ومشجع الاماراتي اخذ علم عمان. الله، هذا الحب وهذا الترابط دائما اللي يجمعنا مع 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 اشقائنا وحبايبنا الامارات. تحيه كبيره لهم، تحيه كبيره لهم. بنبدا اول حاجه مع اخونا من اي اماره؟ سيف من مدينه العين، الله يسلمك. والنعم، دار الزين. دار الزين، ايش تقول عن المباراه وايش اللي تشوفه؟ هي الله يطول عمرك، كلنا اخوان. نعم. سواء فاز عمان او فازت الامارات نبقى اخوان، وتنافس شريف الله يسلمك. لكن التوقعات وبامانه يعني ان شاء الله باذن الله الفوز اماراتي ان شاء الله باذن الله. ايش قلت؟ ضيع ضيع ضيع. لا ما ضيعت. ايش رايك؟ ايش رايك نعيد التصوير؟ لا تعيد التصوير، خلص. ايش تقول؟ تشاورنا طال عمرك انا واخوي الاماراتي، وحن الحال واحد، وله غريب اللي صار، واتفقنا طبعا حن الحال واحد، واتفقنا قبل ما يطلع اللقاء ويسوي شويه نقع خيانه ان نتفق، اوكي، ان باكر بتفوز كره القدم، بتفوز الروح الرياضيه، وبيفوز خليجنا واحد. الله الله الله. والكاس الرفعه ويقول الخليج فايز كله باذن الله. الله، هذا ولا. وبعدين بقول لك، انت قلت لي من وين؟ من العين. والعين ابراهيم ايران. لا بشكل. ونعم ونعم، الله يطول عماركم. غير اتفقنا ويك الحمر ثاني حال واحد بالتعادل. ان 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 الكاس بيكون خليجي. الله، وهذه البطوله الجميله المنظمه حقيقه احنا بنفرح بهذا الشيء، ونتمنى ان شاء الله ان كل اللي بيفوز باكر يهدى الكاس لامير الانسانيه، لامير حاكم الكويت، وصراحه يستاهل الاستضافه واللحمه الخليجيه. إذا هذا التصريح الجميل من المشجع العماني بأن الكاس غدا لن تفوز به الإمارات ولن تفوز به عمان، وإن فاز به أحد الفريقين فيهدوه إلى أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، الله يحفظه، قولوا آمين. هذا 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 شيء جميل، هذا الإنسان بالفعل. الله الله، تحية تحية على هذه الروح. توقعاتك باكر؟ بإذن الله عمان إن شاء الله. احنا نعرف النتيجة. النتيجة 1-0. 1-0. توقعاتك؟ 2-1 لعمان. 2-1 لعمان. أنا تحت الهواء قلت لك أبي، أنت مقيم ما شاء الله بالكويت. نعم. قلت لك أبي عرسي موجود. ها؟ باكر بتعكسها إن شاء الله. أنا والله أنت. أنا فيني حيل. الله يعطيك الصحة والعافية. تجد على الكاس؟ بس طلعناه وإذا طلع أبو غانم. عموما يا أبو تركي، أنا الخليجي، كنا مغنى الخليجي. بنختم أبو تركي بهذه الأغنية الجميلة، بالفعل كلنا خليج واحد. أنا الخليجي، أنا الخليجي، والخليج كله طريجي، والخليج كله طريجي. أيوة، أنا الخليجي، أنا الخليجي، والخليج كله طريقي، والخليج كله طريقي. تبارك يا خليجنا، تبارك 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 بعز وهنا، تبارك تبارك. الله، خليجنا واحد وشعبنا واحد، خليجنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يعيش فليعيش. الله أكبر يا خليج وحدنا، الله أكبر، الله أكبر يا خليج، الله أكبر يا خليج في قلوبنا. مبروك اللي بيفوز، وهردلك اللي بيخسر، وخليجنا واحد، ومع السلامة.